راح تجمعوا؟ حياتي شكرا. الله يستر عليك. ثانك يو حياتي. تسلمين. شو اسمك؟ تبارك العبيدي. انا هم عبيديه. حياتي اهلا وسهلا. شرفنا. اهلا وسهلا. حياتي. شنو تشتغلي؟ اني خبيره تجميل، بس اني مو من هنا، اني من امريكا. صار لي 16 سنه مو موجوده هنا، وجينا قبل اسبوع. اسبوع واحد صار لنا اسبوع هنا. زين، مستقره هنا ولا سفره؟ احنا سفره صغيرونه وراجعه. وراجعه ان شاء الله. منو جيتي هنا؟ اقاربك؟ اقاربي. هنا اقارب درجه اولى ولا درجه لا احنا كلنا هنا، يعني ما عندي اصلا اي احد بامريكا، بس اهلي، يعني اهلي امي وابويا، لكن كل اقربائي هنا. طيب جيتي مع الوالد والوالده؟ اي نعم. حلو. شلون شفتي بغداد؟ والله بغداد تخبل صراحة. كل ما نجي، كل ما أحلد يسوي نواهز نرجع. إن شاء الله أكيد نرجع في اليوم، لأن هناك أكو مغتربين، يعني إيش قد ما تتخيلون أكو عراقيين هناك، أكو عراقيين هناك حقيقي. إيه مو حكي لسان. صحيح، لأن أكو ناس يعني عبالهم إنه هناك أكو شوية، بس هناك أكو عندنا عدد كبير كلش من الناس العراقيين همينة كل أمريكا. فنتمنى بيوم كنا اكيد نرجع هنا. زين، شلون شفتي الحياه بامريكا وهنا؟ انا عندي ناس بامريكا هم ما حابين الحياه اللي هناك. صحيح. دائما يحكون انه هي ممله، عمليه، تحس نفسك جندي آلي ما بيها روح. صحيح. صحيح. احنا كنا هسه نقول هنا شلون عندكم مثال، انتم عندكم المولات وهاي تبقى للساعه 12، احنا الساعه 7 المغرب بعد ما عندنا احد طير بالشارع، لان كل شيء احنا حياتنا شغل، هناك عباره عن شغل من الصبح لليل. فالساعه 7 بعد ما عندنا، يعني حتى لما نشوف هسه بالليل مستغربين انه عندكم حياه حلوه يعني بالليل، هاي احنا ما عندنا هالشيء هناك. فصراحه هذا من الاشياء اللي مفتقديها هوايه. انت كبنت يا مواليد؟ انا 2000. 2000. اليوم انت 2000، عمرك مو شويه، خير وبركه. ما متزوجه؟ لا. حلو. 24 سنه تقريبا. فانت ممكن تكونين حاليا يا اما محققه حلمك يا اما تسعين لهذا الهدف. صحيح. فانت بامريكا تحسين توصلين للهدف اكثر، لو بعودتك لبغداد هي تسعين اكثر للهدف؟ الصراحه انا اقول اثنيناتهم. هنا هم دا اشوف يعني ما شاء الله الكل دا يحقق اهدافه هنا، وهناك نفس الشيء. فاني سبب من الاسباب يعني هاي الزياره كانت انه اذا دا اريد اشوف اذا اقدر اسوي شغلي نص بامريكا ونص بالعراق، لانه اتمنى اقدم شيء هنا همينه، مو بس هناك. انا تخرجت يعني خبيره تجميل، اني من كاليفورنيا اخذتها، بس همينه اتمنى انه اقدر اجي هنا. عادة أنت بأمريكا شنو يكون الروتين الأسبوعي الشهري الترفيهي لي؟ شو اسمك؟ تبارك. لي تبارك. الصراحة سؤال يعني احنا كل قليل ماكو. نعم، يعني أنا حاليا هذا الشهر عندي فتشي، يعني شهر كامل يعني ترفيهي. فعندنا شيء غريب، عندنا شيء كلش غريب هناك صراحة. احنا حتى بالويكند اللي هي سبت وأحد عندنا هناك هم يكون دا نحضر الشغل. صح. فيجوز مثلا بالشهر تصدف يوم اذا نقدر. اكو اصلا مناطق سياحيه كلش حلوه، والبحر موجود والتفاصيل حلوه والمكان حلو، بس انا هوايه عندي معلومات، يعني صديقه طفولتي، فدائما احنا متواصلين عن الموضوع. تذكر انه ماكو وقت تتونسي. صحيح. ما تريدين حتى تتونسي. يعني انا البحر بعد على بيتي 10 دقائق. أوه. واني عايشه يم اكبر محيط بالعالم، انا على حافه الكره الارضيه. ورغم هاي اكو ناس مثلا موجين تنزلين تروحين انزل، اكو ناس يتخيلون انه احنا كل يوميه هناك، بس يعني ما اتذكر اخر مره صراحه اني شو وقت رحت للبحر. اي صحيح. موفقه يا ربي بخطاج اذا كانت بامريكا او في بغداد، بالتالي هذا بيتك الاول، ومهما تكونين انت هناك تقدرين تحققين هدفك بامريكا او بغداد. اشكرك. شرفتي. ثانك يو سو ماتش. كل الهلا. اشكركم. شكرا. كل الهلا.